معانا احنا للزينة معانا شوكولاتة متدوبة ومكسرات، ومعانا ملح كده بسيط هنرشه للي حابب، لان في حاجة اسمها التوفي او السولتد كراميل، بيبقى شوية ملح على الكراميل بيبقى بيعمل توازن طعمه حلو جدا. للمقادير نفسها للتوفي نفسه او التوفي، فاكرين البونبوني اللي كنت عملته معاكم زمان اللي كانت مدام احلام كانت طلبته زمان؟ هي الوصفة دي هتبقى بقى بشكل قوالب. معانا 200 جرام سكر ابيض ناعم، كوبايه يوازي كوبايه، 100 جرام زبده يوازي نص كوبايه، 200 جرام شوكولاته بيضه مبشوره، و50 جرام كريمه حلويات سائله يعني ربع كوبايه، ورشه ملح تاني، 200 جرام سكر ابيض ناعم حبيبات يوازي كوبايه، 100 جرام زبده يوازي نص كوبايه، 200 جرام شوكولاته بيضه مبشوره، معانا 50 جرام كريمة حلويات سائلة يوازي ربع كوباية، ورشة ملح. أنا سيحت السكر الأول على النار لغاية ما بقى معايا كراميل سايح كده، شايفين؟ نخلي بالنا إنه بس ما يتحرقش مننا، علشان لو يتحرق بيدي طعم مر، ساعتها لازم ترموه على طول، لأنه لما بيمرر بيبقى طعمه وحش جدا ملوش حل. أول حاجة بنزلها هتبقى الزبدة، هننزل الزبدة، ميبقاش معانا أطفال في المطبخ خالص. واحدة واحدة عشان الزبدة بس متروحش نازلة مرة واحدة وتروح مطرطشة. نقلب لغاية ما تدوب معانا، وياريت نلتزم، مهم جدا بالترتيب، ومهم الزبدة تكون الصفرة اللي هي بالكيلو، ما تبقاش يعني تبقى زبده حيواني صفرة، ما تبقاش زبده نباتي. هي بس فكره النسب في نسب الميه اللي جوه الزبده عشان ما تبوظش الوصفه، تبقى زبده حيواني. خلاص يبقى احنا بنقلب كده، نوطي بقى النار، نفضل نقلب لغايه ما الزبده كلها تسيح معايا. بعد كده بحط الكريمه، بحطها اول ما الاقيها ساحت، بحط الكريمه واحده واحده، بلاقيها ربطت معايا واحده واحده بقى، ونركز عشان ما يحصلش اي ايه. بصوا بقى شايفين ربطت ازاي؟ عشان الزبده دي حيواني فما فيهاش نسبه ميه عاليه. خلاص في وصفات لازم نركز بس نحط ايه عشان ايه نبقى عارفين. خلاص ربطت ازاي؟ اول حاجه حطيتها الزبده، بعد كده الكريمه، مش فاصله خالص، النقطه دي مهمه نبقى مركزين فيها. طيب بعد كده شلتها من على النار اهو، قلبت كده وخلاص ما بقتش بتغلي، بحط الايه الشوكولاته المبشوره البيضه، بقلب لغايه ما الاقيها امتزجت مع بعض، تحولت معايا الاحلى توفي. اقدر جدا ان انا بقى على كيس نايلون مدهون بزيت اروح منزلاه عليه، يتحول معايا لبونبوني فظيع، او نحطه في قوالب السيليكون. بصوا انا بقلب كده هي بتربط مع بعض. بصوا هوريكم دلوقتي، هنزلها في بوله عشان تعرفوا تشوفوا قصدي. نقلب كله كويس عشان ما يبقاش في اي حاجه متبقيه، هوريكم دلوقتي عشان تفهموا قصدي كويس جدا. بصوا اهي في نفس البوله بتاعت الشوكولاته، الكاميرا بقى تقرب كده عشان ايه يبان التوفي الفظيع. الوصفه دي جميله قوي 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 للي بيحب، وعارفين كمان لو تزودوا بقى رشه الملح هنا كده، رشه الملح مهمه جدا. بصوا بقى لما انزل بقى على البوله دي مهمه جدا تتصور. بصوا بقى البوله تحت في البوله عامله ازاي، شايفين القوام تحفه، ولا فاصله ولا اي حاجه، هو ده. ده لما يسقع بقى هيبقى عامل ازاي معايا، بس عشان نبقى شفنا. هنحطه في كيس نايلون مدهون زيت حسب الكمية اللي معانا. خلاص انا جزء حطيته هنا وجزء بقى معايا هنا، هروح مقطعاه عادي زي ايه البونبوني اول ما يسقع، بشيل بس الاطراف اهو. وصفتك يا حبيبتي يا مدام احلام اللي بتموتي فيها، كانت دايما تقولي انا بقى انا بشتري التوفي ده من محل معروف وايه انا عايزه اعمله في البيت، فروحت جايبه لها بقى عملت لها الوصفه دي، قعدت اجربها في البيت طبعا.
لغايه ما توصلت الوصفه الحلوه دي، فظيعه بقى. ولما قدمتها في حلقه قدمتها ملفوفه، بصوا تتقطع كده تبقى حتت توفي فظيعه، تتلف. بصوا عامله ازاي، تجنن. خلاص الباقي على فكره يتكور كور الباقي الاطراف. طب ايه كمان انا عندي بقى اهو، انا حطاه وفي سيليكون برضو دهناه بالزيت. بصوا بيطلع ازاي معايا اهو، بيطلع كده عادي. ممكن بقى ان احنا وهو كده بحطه في السيليكون بروح صب بقى عليه شوكولاته، يا شوكولاته غامقه يا شوكولاته بيضه، ونبتدي ان احنا نحط. هوريكم دلوقتي حالا، انا بس عشان افضي مكان اهم. شكلهم بصوا زي الكواب الفظيعه ازاي، تحفه.